عجزة مصر أن تمد قطاع غزة باثنين مليون أو مليون ونص من الوقود؟ يا أخوان احنا عددنا في غزة 1,800,000، عدد مصر حوالي 90 مليون، يعني لو تيجي احنا قديش النسبة؟ نسبة بسيطة جدا، تقريبا 2%، 2%، يعني لا نشكل عليكم ضغط مطلقا. الأقصى وأهل فلسطين يمثلون رأس حربة للإسلام والمسلمين، ولذلك عندما نستنجد بإخواننا العرب لا نستنجد لنأكل ولنعيش ولنشرب ولنلبس ولنترفه، لا، إن عندما نستنجد إنما نستنجد لنواصل الجهاد. والحمد لله أصولنا كلنا عربية، ويستطيع كل فلسطيني في غزة وفي كل فلسطين أن يأتي بجذوره العربية، سواء كانت من السعودية أو من اليمن أو من أي نفط، ولذلك قد تربطنا قرابات. ولذلك أين 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 المودة؟ أين الرحمة؟ أنا شخصيا نص عائلتي مصرية، كلنا، ويمكن بيجي حوالي أكثر من 30 عائلة اسمها المصري في أساسنا. نص 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 فلسطين، نص فلسطين يا أخواننا مصري ونصها سعودي. إيش من هم الفلسطينيون؟ في عندنا في أسماء كثيرة اسمها المصري، وجذورهم مصرية، جذورهم مصرية مصرية، قد يكونوا من الإسكندرية، من القاهرة، من دمياط، من الوجه البحري، من أسوان، من الصعيد. نحن مصريون، نحن عرب، نحن مسلمون، نحن منكم.